ربنا ما بياخد حاسة بيعوضها في بقية الحواس، مش بياخدها مننا كده وخلاص. وانا فعلا الحمد لله عندي اللي انا عايشة عشانهم واللي انا متمسكة عشانهم بالحياة. أصبت مرض لوكيميا في الدم سنة 2008. قبل ما أعرف بمرض اللوكيميا كنت بشعر بأنزفة على العين. الدكتور قال لازم نعمل حقن أفاستن. سألته ليه؟ العين ما فيهاش أنزفة زي الأشعاعات ما بتأكد. قال لي يعني أسيب الشبكية تنزف مني في العملية؟ قلت له خلاص ده شغلك وانت أدرى بيه. عمل لي حقن الأفاستن ودخلت العملية. خرجت من أوضة العمليات، أول ما فقت كنت بصرخ من آلام شديدة كده ممتدة للركن اليمين العلوي كده من الرأس. عينيا الاتنين مليانين بالدم، شايفة الدنيا دم قدامي. ده أول ما فقت من العملية. طبعا رعشة شديدة جدا في جسمي. بعد كده بعد أقل من ساعة لما خافوا إن مفعول البنج يروح، الحقنة المسكنة تروح، قالوا لي قالوا البنت خديها معاكي روحيها هي هتستريح في بيتها وهاتلها من الصيدليه كتف لام مسكن. الكلام دوت كان في 30/6/2009. لغايه النهارده الدم ما راحش من عيني. ما عملت الاشعاعات، الاشعاعات اكدت وجود تمزق في شبكيه العين، تمزق شديد. للاسف الدكتور لما حقن الافاستن دوت في شريانين فوق العين، شريان زي ما حددته هنا وشريان هنا هوت. الشريان ده ببقى قاعده حاسه ان حد ماسك قطاره بيقطر نقط دم كده في حوض قدامي. في ثانيه بلاقي انقباضه في مؤخره راسي من هنا يندفع الدم كده، بلاقي الدنيا دم كده قدامي. الدم ده مش بشوفه على طول، الدم ده بينزف يوم ويوم. الدم ده حاليا اللي كانت بتكتشفه على سطح الشبكيه كانوا بيشوفوه الدكاتره بالعين المجرده، كانوا بيقولوا لي مش قادرين نشوف الشبكيه من كتر الدم اللي موجود عليه. الدم ده خلاص ملا تجويف العين واتجلط. قالوا لي الدم اشعاعات اكدت ان في تليفات ورا عينيا الاثنين، على طبعا على الراس من الخلف. انا قعدت 15 شهر بلف الدنيا وبتحايل على الدكتور. جالي سفر للخارج في 2009 وطلبوا مني تقرير، طبعا ده كان على نفقة الدولة، كان العلاج متيسر زي ما في وقتها، السفر متيسر. طلبوا مني تقرير بالحالة والعلاج، المكان اللي ألاقي فيه علاج فين. طبعا أنا رجعت له لأن هو عارف الحالة، طالما الإشاعات مش قادرة توضح حاجة. قال لي معرفش أديك تقرير، معرفش أقول لك علاجك فين. كل ما اروح له يقول لي روحي اقعدي مع ربنا. بعد 15 شهر اضطريت اشتكي في الجهات المسؤوله. طبعا انا بشتكي عشان الاقي حل، مش مشكلتي ان هو يتحاسب، هو هيتحاسب، هو ربنا هيسيب ظالم، بس انا طالبه حل، طالبه ان الاقي حل يوقف الدم اللي بينزف على عينيا اكتر من 11 سنه دلوقتي. لما عرضت الامر على استشاري الرمد في التامين الصحي قال لي مش السيليكون بس، انت وجود التليفات كمان هي اللي منعاكي من الرؤيه. والله انا متعوده طول عمري ان انا اللي بنظف شقتي، ما دخلتش شغاله في بيتي، وعشان كده ما كانتش مشكله بالنسبه لي. انا اللي بنظف الشقه يوميا، بنظف يعني كل اسبوع. ولادي لما بيجوا انا اللي بعمل لهم الاكل، ما عدا ما اقفش قدام البوتاجاز بس، وما ما اقفش قدام الفرن. جوزي هو اللي ربنا يخليه بقى يديله الصحة، هو اللي بيحط الأكل على البوتاجاز ويتابع التسوية بس. بوجه استغاثة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن أنا شايفة حرصه على صحة المواطن المصري. استغاثتي وإقرار كتبتهم قبل كده لكل الجهات المسؤولة، أنا عايزة ألاقي حل يوقف الدم اللي بينزف على عينيا.